قدم الفنان القطري أحمد عبد الرحيم في جناح قطر إكسبو دبي 2020 عرضا غنائيا متنوعا ما بين الأغاني الخليجية والعربية والأجنبية، استقطب من خلاله الزوار من مختلف الجنسيات داخل الجناح. وقال الفنان عبد الرحيم إنه من خلال مشاركته في جناح قطر قدم العديد من الأغاني المتنوعة ما بين الخليجية والعربية والأجنبية، وذلك بحكم طبيعة الزوار وكونهم من مختلف دول العالم. وأشار إلى أن الوصلات الغنائية التي يقدمها تتخللها فترات للعزف على العود بمعاونة زميله عبد العزيز صادق الذي يقوم بدوره بالعزف على آلة الأورج، موضحا أن تواجده سيكون طوال فترة معرض إكسبو دبي 2020 ليقدم العروض والوصلات الغنائية المميزة لزوار الجناح.